اهلا بكم اصدقائي في درس جديد من دروس اللغه الفرنسيه. النهارده هنكمل بقيه الانتروجاسيون. عندي النهارده دو، دو بمعنى من اين، دو من اين. مثال دو فونيفو، من اين حضرتك تاتي، من اين اتيت. يبقى الاجابه جو فيان دو ليكول، اتيت من المدرسه. جو فيان دو ليكول. فيان ده فيرب ايه؟ فينير. فيان ده فيرب فينير، معنى يأتي مجموعة ثالثة. جو فيان دو ليكول، أتي من ليكول المدرسة. عندي فيغ أو، فيغ أو، فيغ أو يعني نحو، نحو أين. مثال فيغ أو يبقى أو، أو لوحدها أين، لو جه بعدها حرف جر يبقى إيه، يبقى يختلف المعنى. دو، دو من أين، أو لوحدها كانت إيه، أو لوحدها كده كانت إيه، أين. لكن هنا دو من أين، دو فونيفو جو فيان دو ليكول. فيغ او، فيغ او فا سو تراموي، الى يعني نحو اين يذهب، نحو اين، الى اين يذهب هذا الـ هذا الـ هذا القطار او هذا، او هذا الترام. ايل فا فيغ جيزا، يذهب او يتجه الى جيزا، فير جيزا. يبقى الفير بتبقى ايه الاجابه، فير جيزا. ناخد الجزء الاول هنا. طب كلب، كلب بمعنى اي او ما. السؤال عن اللون، السؤال عن عن الوقت، السؤال عن اليوم. ما او اي، وليها ليها مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. كل مفرد مذكر، كل مفرد مؤنث، كل جمع مذكر اس، كل اثنين ايه للجمع المؤنث. ناخد نشوف عليها امثله. يلا، كل جورسونو، كل جورسونو، في اي يوم نحن، احنا النهارده ايه الاجابه، النهارده الحد. يبقى نقول ايه، نوسوم ديمونش، نوسوم ديمونش، نحن اليوم الاحد، نوسوم ديمونش. كالوريتيل، كال المفرد المؤنث اهي. كالوريتيل، كم الساعه، الاجابه الي دو زور انكور، الي دو زور انكور، الساعه الثانيه والايه والربع. الي دو زور انكور، انكور والربع، تتحبس كده انكور ربع. الي دو زور انكور، انكور. كل جمع مذكر، كل ليفر ليزيفو، اي كتب تقراها، كل ليفر ليزيفو، كل اي برضو. جولي لي ليفر ليتيرير، اقرا الكتب الادبيه. جولي لي ليفر ليتيرير، الكتب الادبيه، كتب الادب. طيب كل جمع مؤنث، كل سون تي زامبيسيون بور لافنير، ايه هي طموحاتك للمستقبل. جو فو اتر ميديسان، عايز ابقى ايه، دكتور. كو ماذا، كو كوفوتي، كوفوتي. طب يعني ماذا تريد. ها جو فو مونجي، اريد عايز ايه، اكل. جو فو مونجي، عايز ايه، اكل. طيب كي، كي بمعنى ايه، من، كي معنى من. وكم كي، كيف خاب على بوخت، كيف خاب على بوخت، من يطرق الباب. هو اللي بره يقول لي سي مو بيير، انا ايه بيير اللي بيخبط عليه، سي مو بيير، كيف رب. طيب اكي، طب ايه، طب كي بيجي قبلها حرف جر، بيجي قبلها حرف جر، اكي دوكي وهكذا. اكي ناخد مثال، اكي الى اين، اكي اكري تو سيت لتر، الى من تكتب هذا الخطاب. الاجابه جو لكري، اكتبه جو لكري، الضمير الشخصي يحل محل مفعول مباشر غير مظبوط بحرف جر، هنشوفها بعدين. جو لكري ا مون اونكل، اكتبه الى عمي او اكتبه الى خالي. ده كان نهايه درسنا عن الاستفهام، نتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تابعونا دايما، وشكرا.